العدوان على غزة أو الجرف الصامد لم يصمد طويلاً أمام صواريخ المقاومة، إذ سارعت إسرائيل إلى تلقف المبادرة المصرية بإيجابية، مبادرة ساوت بين الفلسطينيين والاحتلال. وترتكز المبادرة المصرية على عناصر أساسية هي وقف كافة الأعمال العدائية وفتح المعابر الإسرائيلية وبحث باقي القضايا الأخرى على أن يتم التنفيذ اعتبارا من توقيت التزام الطرفين بوقف أي أعمال عدائية. الفصائل الفلسطينية رفضتها، وأكدت كتائب القسام أنها مبادرة ركوع وخنوع، وأعلنت أن المعركة مع العدو مستمرة وستزداد ضراوة وشدة. وقف القتال من طرف واحد هو أمر لا يعنينا وليس له أي قيمة بالنسبة لنا في حماس، لأن المطلوب ليس وقف القتال وإنما رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني تحديدا في غزة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما رحب بالمبادرة المصرية وشدد على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، أما استشهاد فلسطينيين في العدوان فوصفه أوباما بالمأساوي، مأساة استمرت مع القصف الإسرائيلي على بيوت غزة. هنا 8 أفراد من عائلة واحدة غادروا منزلهم نحو المرقد الأخير، وهنا أمهات تبكين فلذات أكبادهن، لكن التصميم على مجابهة المأساة مستمر أيضا. الصواريخ انهمرت على المستعمرات الإسرائيلية لا سيما عسقلان وانتيفوت وسديروت وبئر السبع، إضافة إلى قصف مواقع عسكرية على حدود القطاع وكيسوفيم شرق خان يونس. أما سرايا القدس فأرسلت رسائل إلى 400,000 مستوطن: قيادتكم الغبية تقودكم إلى الهلاك، وما ينتظركم في غزة أمران، الأسر أو الموت المحقق. في السابق قال شارون إن الاتفاقيات مع العرب لا تساوي قيمة الورق المكتوبة عليه، اليوم يبدو أن المعادلة تغيرت، فالقسام قالت في بيانها: المبادرة لا تساوي الحبر الذي كتبت به.